في ضوء هذا أنا أذكر تعريف للدين، وفي ضوء هذا التعريف، يعني تعريفي هو الخاص للدين. ما هو لو سألني أحد ما هو الدين في مفهومك أنت هذا اللي تتحدث عنه؟ أنا الدين كما أفهمه هو نظام لإنتاج معنى لوجود الإنسان في هذا العالم، لوجود الإنسان في الحياة. حسب أحد مراكز الاستطلاع المعروفة يقول والموثوقة اللي تشرف عليها مؤسسة جالوب المشهورة، يقول اجرينا استطلاع على الشباب العراقي، وجدنا 70% من الشباب في العراق لا يجدون معنى لحياتهم. هذه الأزمة الخفية اللي تحدث عنها الأستاذ الشابندر، انه الإنسان بالرغم من ان بعض الشباب مثلا وظيفته جيدة، كل شيء في حياته جيد، دخله جيد، لكن ما يجد معنى لحياته أساسا. فالدين يمعنن الحياة، يمنح الحياة معنى. الأشياء غير مفهومة، الألغاز في هذا العالم يخلع عليها الدين معنى. هسه قد تقول لي أنت هذه أوهام أنت مكيف بيها. أنا أعتقد كمؤمن هذه ليست أوهام. هسه أنت تعتقد قارب الموضوع من منظور مختلف، لأن أنا عندي رؤيتي الخاصة للدين. أنا أعتقد أن الدين هو مكون أنطولوجي، يعني بعبارة أخرى أن الهوية الوجودية للإنسان، اللي يعرفون الفلسفة يعرفون هذا التعبير بشكل دقيق، الهوية الأنطولوجية الوجودية للإنسان بطبيعتها تحتاج إلى الدين. لماذا؟ لأن هذه الهوية الوجودية فقيرة، هشة. قد يقول واحد من عندكم لا أنا قوي، أنا سوبرمان، أنا هش، أنا ضعيف، أنا أخاف من الموت، أنا أخاف من حضرة الدكتور الوقت، يعني داهمنا ناخذ مداخلة. على كل حال الموضوع طويل، على كل حال أعتذر من شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور رائد، وأعتذر منكم، وربما ماديت بالحديث أكثر. شكرا لكم مرة أخرى. شكرا لكم.